السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثي لفئة معينة من الناس اللي أجروا عمليات سواء قص معدة أو تكميم أو تحويل مسار، فهذه فئة خاصة من الناس يجب أن يكون التركيز على موضوع الأكل، كمية الأكل، طريقة الأكل وتوقيت الأكل مهم. طريقة الأكل أن يكون أن يقوم بمضغ الأكل بطريقة جيدة، حيث أن المعدة بعد القص أو التكميم لا تؤدي وظيفتها في الهضم، وأيضا كميات الأكل تكون قليلة على أوقات متقاربة، ويبتعد أيضا عن الدهون والسكريات حيث أنها تتخمر وتعمل الغازات والانتفاخات والتلبكات في الجهاز الهضمي.